نادرا جدا ما تجتمع العبقرية مع كل هذا الجمال والحسن. لقبت في أربعينات القرن الماضي بأجمل امرأة في العالم، ومع ذلك فلقد كانت تقول بأن وجهها هو لعنتها. كانت تقضي نهاراتها المرهقة بين استديوهات هوليود جنبا إلى جنب مع نجوم العصر الذهبي للسينما، وكانت تقضي ليلها داخل منزلها في العمل على اختراعاتها، حيث كان لهذه النجمة الحسناء مختبر خاص داخل المنزل. اخترعت نظام القفز الترددي، والذي به فقط أصبح هنالك في عصرنا الويفي والبلوتوث والأقمار الصناعية والهواتف الخليوية. وبذلك أثبتت هذه المرأة بأن الجمال ليس غبيا. عن هايدي لامار فاتنة هوليود نتحدث، وعنها اليوم سيكون هذا التقرير من قناتنا منارة الثقافة. ندعوك عزيزي المشاهد إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفله. ندعوك أيضا إلى زيارة موقعنا وإلى تفعيل جرس التنبيهات حتى يصلك كل جديد ننشره. تقول هذه المخترعة الحسناء: وجهي كان لعنة الكبرى، لقد اجتذب إليه 6 زيجات فاشلة، كما اجتذب كمغناطيس عين كل الأشخاص الخطأ إلى مخدعي، ولم يجلب لي سوى المأساة والحزن. وعلى مدار 50 عاما كان وجهي قناعا لم أستطع إزالته، ولقد كان علي التعايش معه إلى الأبد، ولهذا أمقته. هكذا قالت هايدي لامار نجمة هوليود الشهيرة. كما قالت أيضا في تسجيل صوتي معها: عقول الناس أكثر أهمية من مظهرهم، ولكن على الرغم من ذلك اعتقد الناس بأنني مجرد شيء جميل وغبي. لا يمكن أن نلومها على ما قالت، خاصة وأن هايدي لامار قد تمتعت بذكاء حاد منذ نعومة أظافرها. ولدت هذه الحسناء سنة 1914، وفي 5 من عمرها قامت بتفكيك أجزاء علبة موسيقية وتجميعها مرة أخرى. كانت تصاحب أباها الذي كان مولعا بالتكنولوجيا لساعات طويلة، تسأله عن كيفية سير المركبات والقطارات ليخبرها بما يعرفه عنهم، وتكون تلك نقطة البداية التي أخذتها إلى عالم الاختراعات. لم تكن هايدي لامار تدرك في طفولتها بأنها جميلة جدا، حيث أن ما كان يثير اهتمامها شيء آخر، فلقد كانت تعشق الكيمياء في المدرسة، وكانت تحلم بأن تكون مسيرتها مرتبطة بالعلم والكيمياء. إلا أنها وما إن شبت حتى حجب جمالها عن الأعين ذكائها الحاد. أصبح الناس يطرون عليها ويمدحون جمالها ليؤثر هذا الأمر فيها، وتصبح هي نفسها مأخوذة بقدرة جمالها، ولقد دفعها هذا الأمر دفعا إلى شاشة السينما. ابتعدت هايدي لامار في سنوات مراهقتها عن العلم، وتوجهت إلى المصورين الفوتوغرافيين الذين وظفوا جمالها وصوروها عدة صور عارية. وما لبثت الفتاة النمساوية اليهودية أن حققت شهرة كبيرة وانتقلت إلى مدينة هوليود. إلا أنها وبعد أن وصلت إلى قمة مجدها عاودت الالتفات إلى مجال البحث العلمي لتنكب على أبحاثها في مخبرها. اخترعت لامار عدة اختراعات مذهلة، إلا أن إنجازها الأكثر أهمية يظل نظام القفز الترددي، الذي به فقط استطاع العالم في عصرنا أن يشغل الويفي والبلوتوث والأقمار الصناعية والهواتف. ولقد حازت لامار على جوائز لاختراعها هذا. إلا أن هذه المخترعة والنجمة قد عانت من الاكتئاب في أواخر حياتها، حيث كتبت عنها الصحف بأنها أصبحت قبيحة وبأنها تعزل نفسها في منزلها لهذا السبب. هذا الأمر دفع هايدي لامار إلى رفع دعاوى قضائية على هذه الصحف، ولكن هذا لا ينفي بأن هذه المرأة قد عزلت نفسها حقا، حيث توفيت عن عمر يناهز 85 عاما، وقال أولادها في الفيلم الوثائقي الذي تم إنتاجه عنها بأنها قد عزلت نفسها حتى عنهم. ماتت هايدي لامار ولكنها أثبتت للعالم بأن الجمال ليس غبيا. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى. تحياتي، أنا فردوس حافظ رشيد، إلى اللقاء.